بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم راح تكون عن المقاطعة interrupt. زي ما قلت لكم من قبل المحاضرات اللي أعطيتكم إياها قبل الأزمة راح يكون عليها تركيز أكثر، والمحاضرات هذه هي عبارة عن تكملة للمحاضرات السابقة. المقاطعة طرق الأبواب. يقوم المعالج بطرق أبواب جميع الأجهزة المحيطة بالتتابع ويسأل كل منها من يريد خدمة. ما نبغى نشبه شيء بشيء، لما تنجي تطرق على الباب وتقول من اللي بيأدي خدمة، فأي جهاز يقوم بإلقاء خدمة عن طريق طرق الأبواب. يقوم المعالج بطرق أبواب جميع الأجهزة المحيطة بالتتابع ويسأل كل منها من يريد خدمة، يعني كل واحدة كم يريد خدمة من. إذا كانت إجابة الجهاز بنعم فإن المعالج يقوم بتنفيذ هذه الخدمة له بدون انتظار، أما إذا كانت إجابة الجهاز بلا يقوم المعالج بالانتقال إلى الجهاز التالي ويسأله نفس السؤال وهكذا، أي أن المعالج يقوم بالدوران إلى ما لا نهاية على الأجهزة المحيطة ويقوم بتقديم الخدمة لمن يجيبه. المميزات اللي طرق الأبواب: سهل البرمجة، لا يحتاج الكثير من التجهيزات، يعني البرمجة متاعها بتكون سهلة، لا تحتاج الكثير من التجهيزات. أما العيوب فتكون يظل المعالج مخصصا لوظيفة خدمة هذه الأجهزة ولا يستطيع الفكاك منها، ولا يستطيع كمبرمج إعادة الاستفادة منها في أغراض أخرى، وبالذات إذا كانت عدد الأجهزة التي يمر عليها المعالج قليلا فإن ذلك يعتبر إهدار لفعالية المعالج. أما إذا كان عدد الأجهزة التي يقوم بها المعالج بخدمتها كبيرا فإن المعالج قد يتأخر على بعض الأجهزة التي يحتاج إلى خدمة على فترات متقاربة. المقاطعة interrupt توفر جميع الحواسيب آلية محددة يتم خلالها مقاطعة المعالجة العادية للمعالج من قبل وحدات الحاسب المختلفة، وتعتبر عملية المقاطعة وسيلة لتحسين مرور المعالجة. ويمكن تعريف المقاطعة بالصورة اللي متعارف عليها من وجهة نظر البرنامج المستخدم، كما إنها على أنها عملية قطع لتتابع تنفيذ البرنامج، يعني البرنامج بيكون متسلسل أو خطوات تبدأ من ألف A B C D أو من 1 2 3 4، فهي عملية قطع تنفيذ البرنامج. وعند اكتمال عملية المقاطعة فإن التنفيذ يستأنف، وبالتالي فإن البرنامج لا يملك ترميز خاص لتأدية خدمة المقاطعة، والمسؤول عن تعليق تنفيذ البرنامج ثم استئنافه من التعليمة التي تلي التعليمة التي توقف عندها هما المعالج ونظام التشغيل. هذه هي المقاطعة Program Interrupt Program، برنامج مقاطعة تصير فيها عملية قطع للبرنامج، وبعدين هنا تكملت البرنامج الشكل هذا اللي تحت أو المربع اللي تحت هذا عبارة عن عملية القطع للبرنامج، والبرنامج بيكون ماشي في خط مستقيم. فأنا بندير لشني عملية قطع للبرنامج، نقطع البرنامج وبعدين بعد عملية القطع نقوم بتكملة البرنامج من الجهة الأخرى. نفس البرنامج، هذه الرسمة بتبين عملية مقاطعة أو ك
جدول. المقاطعة الأصناف الأكثر شيوعا للمقاطعات، البرنامج اللي هو البروجرام، مثل حالة حدود فيضان حسابي أو عملية القسمة على صفر أو محاولة تنفيذ تعليمة غير شرعية أو استخدام المستثمر لمساحات غير مسموح بها باستخدامها من الذاكرة. المؤقت تايمر تولد هذه المقاطعة عن طريق مؤقت ضمن المعالج، وهذا يسمح لنظام التشغيل أن يشكل وظائف محددة على قاعدة نظامية. انتربت المقاطعة الدخل والخرج اللي هي الانبوت والاوتبوت، تولد مقاطعة الدخل الخرج عن طريق متحكم الاي او اللي هو الانبوت الادخال والاخراج، ليدل على انتهاء عملية او ليدل على شروط خطأ متنوعة اللي هي الاي او اللي هي الاخراج والادخال. اي معناها ادخال، او معناها اخراج. فشل المكونات المادية تولد هذه المقاطعة نتيجة حدوث عطل معين، مثل عطل وحدة التغذية إذا كان حدث مقاطعة عند ورود طلب مقاطعة، فإن المعالج يقوم بالأعمال التالية: 1. يعلق تنفيذ البرنامج الجاري ويحفظ بيئته، وهذا يعني حفظ العنوان للتعليمة التالية الواجب تنفيذها والمحتويات الحالية لعدد البرنامج أو معطيات أخرى تخص الفعالية الجارية للمعالج. 2. يضع عدد البرامج عداد البرنامج إلى عنوان بداية روتين متعامل المقاطعة. يعني زي ما وريتكم أنا في كيف نقوم بعملية القطع، البرنامج بيكون في خط مستقيم، فبتجي في النص هنا بيصير لعملية قطع وبعدين تكمل تكملة عادية. هنا لو جينا للشكل هذا، وين المقاطعة صارت؟ هنا صارت المقاطعة في الجزء المربع الأول في الخطين اللي في النص، هذا البرنامج مش التسلسل، هنا صار في عملية قطع، هنا حدوث المقاطعة. ايضا الاي اس ار انتربت هاندلر روتين. شو معنى الاي اس ار؟ هو عباره عن داله مجموعه من الاوامر يتم تنفيذها في حاله حدوث مقاطعه. لكل نوع مقاطع يوجد روتين خاص بها يختلف عن باقي أنواع المقاطعات، يعني كل مقاطعة عندها روتين معين، تختلف مهام الروتين حسب حدود المقاطعة أو حسب السرعة المطلوبة لتنفيذ الروتين. المقاطعة تستطيع منظومة الانبوت والاوتبوت اللي هي الاي او ان تتبادل المعطيات مباشرة مع المعالج، ويستطيع المعالج ايضا قراءة معطيات من وحدات الادخال والاخراج او كتابة معطيات اليها. من المرغوب ان يسمح في بعض الحالات لتبادل الادخال والاخراج اللي هي الاي او ان تحدث مباشرة مع الذاكرة طول، وفي هذه الحالة فإن المعالج يخول إمكانية القراءة أو الكتابة إلى الذاكرة، وهكذا فإن النقل بين الآي أو والذاكرة يمكن أن يحدث دون الرجوع إلى المعالج. يعني من تبادل طول للذاكرة بدون أن ما يمرش على المعالج، إن هذه العملية تعرف بالوصول المباشر إلى الذاكرة اللي هي اسمها DMA Direct Memory Access. هذه شو معناها؟ معناها اللي هي إن هذه العملية تعرف بالوصول المباشر للذاكرة،
ونرمز لها بالرمز دي ام اي اللي هي دايركت ميموري اكسس. المقاطعات المتعدده مولتي انتربت. يمكن للمعالج ان يتلقى عدد طلبات للمقاطعه من مصادر مختلفه، وعلى المعالج ان يستجيب لجميع طلبات المقاطعه. يمكن للمعالج ان يتلقى عده طلبات للمقاطعه، يعني المعالج يمكن ان يطلب او يتلقى طلبات عديده للمقاطعه. مش شرط ان يكون المعالج يطلب مقاطعه واحده، لا، يمكن ان يطلب اكثر من شني من 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 مقاطعه. يصبح يمكن للمعالج ان يتلقى عده طلبات للمقاطعه من مصادر مختلفه، وعلى المعالج ان يستجيب لجميع طلبات المقاطعه. يصبح المعالج كان هو طلب مثلا اكثر من مقاطعه، فهذا مجبر انه هو شني يتعامل مع جميع المقاطعات. وسنتعرف على آليتين من آليات التي يعمل بها المعالج مع طلبات المقاطعة المتعددة. واحد، المعالجة بحسب تسلسل الوصول، أي أن المقاطع التي تصل إلى المعالج أولا تحجب بقية المقاطعات. يعني المعالج كان وصلاته مثلا مقاطعة A و B و C، المقاطعة اللي توصل الأولى هي اللي يستقبلها ويحجب المقاطعات الثانية. بعد يكمل المقاطعة الأولى خلاص يتفرغ لي المقاطعة الثانية. هذه اسمها المعالجة حسب تسلسل الوصول. يعني المقاطعة A كان وصلت هي الأولى تأخذ نصيبها، والمقاطعات الثانية اللي هي B والC والD والمقاطعات الثانية تنتظر إلى عندما تتم استكمال المقاطعة الأولى. وبالتالي فإن المعالجة بحسب تسلسل الوصول. يصبح كان وصلت مرات توصل المقاطعة C قبل A، فهذه المعالج بيتعامل معها هي الأولى ويخلي المقاطعات الثانية وينفذ المقاطعة هذه، وبعدين ينتقل للمقاطعات الثانية بالتسلسل، بتسلسل الوصول مش بتسلسل رموز. أو أي أن المقاطعة التي تصل إلى المعالج أولا تحجب بقية المقاطعات، يعني تحول جانبا، أي عدم تأهيل المقاطعات التي تلقاها المعالج، حيث يتجاهل المعالج جميع إشارات طلبات المقاطعة الأخرى ويبدأ بتخديم طلب المقاطعة الذي تلقاه أولا. يصبح تجي هو عدة طلبات للمقاطعة، لكن كلها على حسب تسلسل الوصول في المقاطعات. المعالجة المتعددة، المعالجة المقاطعات المتعددة. اثنين، زي ما قلنا في البداية ان المقاطعة حسب تسلسل الوصول، يعني كل مقاطعة حسب تسلسل وصولها، ياخذ المقاطعة الاولى ويحجب المقاطعات الاخرى. اثنين، المعالجة بحسب افضلية المقاطعة، حيث تعتمد هذه الطريقة على وجود تعريف الأفضلية للمقاطعات لدى المعالج، حيث أن المقاطعات ذات الأفضلية العليا تحجب بقية المقاطعات ذات الأفضلية الأدنى، ويسمح للمقاطعة ذات الأفضلية العليا أن تسبب مقاطعة أفضلية أدنى لمتعامل المقاطعة كي يقاطع نفسه. يصبح المقاطعة على حسب الأفضلية، حيث تعتمد على وجود تعريف الأفضلية للمقاطعات لدى المعالج. يعني المعالج هو أصلا مخزن فيه شنو المقاطعة الأفضل من المقاطعة الأخرى، ياخذ المقاطعة ذات الأفضلية، يعني أحسن مقاطعة، ويحجب المقاطعات الثانية، أو ياخذ المقاطعة من الأعلى إلى الأدنى.
حيث أن المقاطعة ذات الأفضلية العليا تحجب بقية المقاطعات ذات الأفضلية الأدنى أو السفلى، فيأخذ هو المقاطعة ذات الأفضلية العليا. وبذلك نكون قد انتهينا من المحاضرة التي تخص المقاطعات. المطلوب منك أنك أنت تعرف أنواع المقاطعات وتعريف المقاطعات واللي هو أكثر شيء ركزوا على المقاطعات، تعريف المقاطعة وأنواع المقاطعات. وبذلك نكون قد أنهينا محاضرة اليوم، وبالتوفيق للجميع.